حلو. يعني كان نفسك تبقى لعيب كوره في الزمالك؟ يعني ده كان حلم وانت صغير؟ عموما يعني انا من المنصوره. اي حد بيتولد زملكاوي يعني. مش لا، في اشاعات كبيره بيقولوا انه كابتن بشير كان اهلاوي وهو صغير. لا خالص، مش تقليلا من النادي الاهلي ولا تقليلا، لا خالص. شايف البراءه ولا مش عشان لعيبه نادي الزمالك؟ ايه لا، بقول لها شايف البراءه ده اهلاوي زملكاوي؟ لا انا مش بريء. فهمت غلط. لا احنا يمكن احنا زملكاوي، ووالدي زملكاوي، واخواتي وعيلتي كلها زملكاوي. انا من المنصوره، من بلد ارياف كده، ومشجع نادي بس الزمالك. الولدين اهلاوي، بنوته بس طلعت زملكاويه لباباها. عندي بالظبط كده، ده انتوا مذاكرين بقى. عندي الولدين اهلاويه والبنوته زملكاويه، لكن الولدين اهلاويه عشان لما الولدين لما بداوا يكبروا والكلام ده كله، شافوا النادي الاهلي بياخد بطولات كتير والكلام ده كله، فكل الجيل بتاعهم اهلاوي. ف ما حاولتش طيب انك انت تعقلهم مثلا؟ ايه تعقلهم؟ لا بص، يعني اي حد يضربني، اي حد في الدنيا عنده ولاده دول، يعني يعني احلى حاجه كل حاجه اكيد. فاكيد يعني هم ما عملوش حاجه غلط. اولاده صحابي. صحابك؟ صحابي جدا بجد. صحابي صحابي. ايه يا كابتن بشير؟ عندي يوسف وعمر. يوسف عمر ربنا يخليهم. عمر بيلعب عند الكابتن خالد، ويوسف عشان المدرسه بتاعته والكلام ده كله، فعامل يعني هدنه شويه. والبنوته عندي زملكاويه، يعني اقول لك زملكاويه، عامله زملكاويه صعبه جدا يعني والله. تزعل بقى لما الزمالك يتغلب وكده؟ طبعا، ده صور لعيبه نادي الزمالك عندها في الاوضه، بتتكلم الزمالك جامد وبتتفرج. هي متاثره بباباها وبالنسبه لها خلاص. زمان كان عندي صوره كبيره قوي لحسن شحاته وفاروق جعفر كده في الاوضه عندي بجد. لا اي حد يا جماعه عنده الصوره. الناس دي طبعا يعني، الناس دي يعني اهرامات زي ما بيقولوا يعني.